اخبار الاهلي على السوشيال ميديا تحديدا في ترند الاهلي، نشوف ايه اهم وابرز الامور. نبتدي بالمصري اليوم وحسابه الرسمي على تويتر، واللي بيتكلموا فيه عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراه الغد امام بيراميدز. هم هنا متوقعين التشكيل ان هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الدفاع علي معلول وايمن اشرف وبدر بنون بيعود ومحمد هاني، ده طبقا لتوقع طبعا المصري اليوم. في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج، وربما يشارك عمرو السوليه بشكل اساسي. امامهم كل من محمود عبد المنعم كهربا، مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف كمهاجم في هذه المباراه، ده طبقا لتوقع المصري اليوم. خلينا نروح لخبر اخر، وهو بخصوص حساب في الجول الرسمي على فيسبوك، واللي بيقولوا بتصويت واختيار متابعي في الجول، محمد مجدي قفشه يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من الدوري المصري. هو في الحقيقة يستحق، وعمل مباراة كبيرة جدا المباراة السابقة أمام المقاولون العرب، وأحرز هدف الفوز بعد ما كان الأهلي متأخر 2-0، ثم عاد في الشوط الثاني وأحرز 3 أهداف، كان آخر هدف للأهلي هو هدف محمد مجدي قفشة. طيب خلينا نروح لحساب الأهلي الرسمي على فيسبوك، واللي بيقول 11 يوما على الانطلاق. 11 هو عدد أهداف فريقنا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية. عماد متعب طبعا نجم نجوم النادي الأهلي السابق كان صاحب أول الأهداف، والمثير أنه كذلك صاحب آخر هدف للنادي الأهلي في المونديال. وإحنا عارفين عماد متعب كان أول هدف جابه للنادي الأهلي أمام فريق اف سي سيدني في أول مشاركة للنادي الأهلي في 2005 في بطولة كأس العالم للأندية، واللي احتل فيها النادي الأهلي المركز السادس، خسرنا 2-1، كان متعب هو اللي جاب الجون. آخر هدف لمتعب كان أمام فريق مونتري المكسيكي، خسرنا بنتيجة كبيرة، كان كمان متعب هو أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في هذه المباراة. مستنيين نجوم النادي الأهلي إن شاء الله أهدافهم في كأس العالم المقبل اللي خلال أيام بإذن الله تعالى. خلينا نروح لخبر كمان آخر من خلال الأهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، وهو بيقول إن الأهلي يجري مسحة طبية الأربعاء استعدادا لكأس العالم للأندية، وده طبعا أمر مهم وطبيعي جدا قبل السفر ب 48 ساعة. احنا عارفين الأهلي هيسافر إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة. دي كانت بعض أخبار الأهلي في السوشيال ميديا وعلى ترند الأهلي. هروح لفاصل سريع وبعديه نكمل وناخد آخر فقرات حلقتنا النهارده. يلا بينا.